بقيه العصور على رؤوسات البناء. تنصح تبشر جميع رؤساء الجامعات الترابيه اللي عملت الناس لسلبنا في هذا الموقف، وخاصه رئيس السي عبد الله بوانو جزاه الله خيرا. الملف الثاني هو عمل على حل المشكل الذي طرحه محضر يلزم المنعش العقاري بتغيير واجهه البنايه من خلال حذف النوافذ التي تسمح بالاضاءه للغرف الداخليه او ما يسمى بالاسانسيمون. وفي هذا الصدد لا يفوتني ان اتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس، لان كان هذا المحضر سبب مشكل كبير بالنسبه للمعيشه العقاريه، لا من ناحيه التصميم ولا من ناحيه الانجاز، ولكن ما جزا بخير السيد الرئيس يعني دافع هذا المعرض اللي تم تغييره، والحمد لله كانت فيه ايجابيات وكانت فيه نقاط حققنا بفضل توجهات وتعليمات السيد الرئيس. عيدكم مبارك سعيد وجمعة مباركة. ثانيا بغيت نعبر لكم على واحد الإحساس ديال اعتزاز تواجدي مع الرافعة الحقيقية للتنمية المحلية لمدينة مكناس. كاين واحد عدد الوجوه كنعرفو، كاين واحد عدد الوجوه اللي ربما هو الفرصة كتاح لي باش نهضر معكم ونتحدث لكم على خلاف الحالة ديال الزميل ديالي السي بوانو بصفتو رئيس المجلس، وأنا السي عباس بصفتو كذلك مكلف بمهام داخل المجلس. أنا هذه المرة غايب عليه وغايب معه، إذن لا تتاح لي الفرصة لا للتلاقي معكم لا تنظيما ولا كأفراد ولا في إطار الملفات. أنا كتاح لي الفرصة فقط نهار تيكون شي مشكل عن طبع النزاعات في بعض النزاعات، وهي الحمد لله قليلة. بغيت أيضا داخلتي مقدمة بدوري نهنيكم على التنظيم ديالكم، ونتمنى أن القطاعات المحلية كلها تاخذ هذا المنحدر تنظيم مؤسساتي، لانه تخلق من خلاله الفضاء ديال الحوار وامكانيه الحوار مؤسساتي الحقيقي لتبادل الاراء لتصور وتمثيل الحلول لما يعترضنا في الحياه ديالنا اليوميه، كل داخل الاختصاص ديالو من مشاكل والحوار مع من يجب بشانها. هذا واحد الميزه اللي كنهنيكم عليها واللي كنتمنى لكم التوفيق، واكيد انه عندكم ناس اخرين مهتمين بهذا القطاع وغايبين، وعندكم واحد عدد الناس كيشتغلوا معكم بلا ما يكونوا منظمين رسميا داخل الجمعيه، انا اعلم هذا، ولكن الاطار المهم موجود، اطار وفضاء الحوار موجود هو الاساس. النقطه الثالثه بعد ما ناكد الشكر دمتو بصفتكم تمثلوا الجمعيه جميع المؤسسات اللي كتعاون معكم، تناكد ذلك الشكر، ولكن في نفس الوقت تنقول لكم اودي وان كانوا يستحقون الشكر فهما ما كيقوموا غير بالواجب ديالهم، لا البلديه بالسيد الرئيس ولا الوكاله الحضاريه ولا العماله، لان كيقوموا بالواجب اللي تيفرض عليهم القانون وكنشكرهم عليه، ولكن كنعتقدوا بانه واجب عليهم انهم يقوموا بهذا الادوار اللي انتم قدمتوا لهم الشكر بشانها. الثانيه لانه هما في خدمتكم، لان في خدمه المواطنين وانتم جزء من المواطنين، ونحن جميعا صحيح اننا نحن كنمثل المواطنين في مرحله اخرى، ولكن على الاقل على مستوى الاداره كلها باشخاصها ومؤسستها في خدمه المواطنين، وبالتالي من قام بواجبه فله الشكر الموصول، ومن لم يقم بذلك لنا من الجرأة ما يكفي ان نقول له لا تقوم بواجبك ولا تصرح لهذه المهمه. ما عندناش إشكال. النقطة الثانية، الرابعة، مزيان، الرابعة هو أنني بالفعل اليوم بغيت نهني، وراه ماشي مجاملة، السيد الرئيس على تدبير هذا المرفق بالذات في إطار الشباك الواحد، وما أعطاه من نتائج على الأقل على مستوى التنظيمي، المحتوى أنتم لا تقدروا، ولكن على مستوى التنظيمي سهل المأمورية ولوجا ودخولا وخروجا ومسارات.
وهو أمر مهم جدا لأنه كان الكل يسير في هذه المسارات قبل اليوم، وهذا أمر لا بد أيضا أن نسجل إيجابيته في هذا الموضوع. فيما يتعلق بالمواضيع التي طرحت لي هي أكثر ما كتبان صغيرة هي متعددة وشائكة وكبيرة جدا. راه بانت لكم يمكن واحد جوج ثلاثة أخرى كبيرة بزاف. أنا أقسمها إلى صنفين فيها أو ثلاث. صنف يحتاج فقط فتح الحوار، وأقصد به العلاقة مع المهندسين المعماريين. ثم منظمين في إطار جمعية، والمهندسين المعماريين منظمين بمقتضى قانون، يتعين الجلوس حول طاولة واحدة للحوار من أجل المذاكرة بشأن ما يعنيكم وما تعانون منه أو ما تشتكون منه، وما يقوم به الإخوان المهندسون المعماريون لإيجاد صيغة تفي بحاجة الجميع. ونحن مستعدون للعب هذا الدور الوسيطي بين المؤسستين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن المواقع التي طرحت فيها مستويين، مستوى يمكن أن نتحدث بشأنه محليا ونحاول أن نجد له الصيغة المناسبة للحلول فيه، ومستوى آخر لا يمكن تمثيل الحل فيه على المستوى المحلي، بل يتعلق الأمر بمستوى أكبر وهو المستوى الوطني. أعني بذلك بالذات موضوع الدين بين وموضوع المرسوم. فيما يتعلق بموضوع الدين، هذا واحد الموضوع اللي جاي في قانون سميته قانون المالية، والذي تنظم مقتضى مقترحات حكومية وعرضه لمناقشة عامة داخل البرلمان ومصادقة، ويصبح في شكل قانون يلزم الجميع. صحيح أن التصور اليوم اللي غادي فيه لا يخدم في تقديرنا، ومن موقع المعارضة داخل البرلمان لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ولا مصلحة الطريقة اللي مشينا لها، ولا مصلحة كذلك المنعشين العقاريين، ولا مصلحة المواطن بصفة عامة. علاش؟ لأنه ماشي معقول. جات في الحقيقة الفكرة ديال هذا الدين لمحاربة إيش؟ المضاربة العقارية، باش ما يجيوش الناس يشريو الأراضي ويخليوهم ما يخلصوا عليها والو، بدل ما يكنس الفلوس في البنكة أو في رحيق ولا في الكفر، كيكنسها في الأرض وتيخليها على المنعش الحقيقي اللي بغا يخدم، وتيخليها بالتالي على المواطن اللي غيستافد منها. هذا هو الغاية على حدارة هذا الدين، ولكن ما كانش خصها تكون في نظرنا مطلقة بهذا الصيغة. كان لابد أن نستحضر بأن هناك بالفعل من المنعشين العقاريين من يقتني عقارا من أجل استغلاله في إطار الإنعاش العقاري حقيقة، ويرمي من ورائه تحريك العجلة الاقتصادية والربح أيضا من خلال هذه العملية. وبالتالي كان يتعين أن نراعي هذا المستوى، وكان في تقديري أنا أن يكون هذا القانون ديال الـ BNP سيعطي مساحة زمنية ما بين تاريخ الاقتناء وتاريخ الفرض ديالها، باش نتأكدوا بأن هذا اللي شرى ديك الأرض راه بغا يضارب بها، ماشي بغا يدير بها مشروع. ولكن متى أثبت أنه بغا يدير مشروع نكون عارفين ولا دايرين. نعطيه واحد ديفيري ديال 3 سنين 5 سنين من تاريخ الاقتناء من تاريخ الإجراء عاد نتبعوا على دايرين، ماشي شرى هذا العام ويخلص عليها هذا العام. راه مازال ما وجدش تمييز في التقنية ديال باش يخدم. نبداو ناكلوا نوم راسنا. إذن أنا متفق معكم لكن هذا موضوع أعرف فيه عن موقف تنتمنى أننا نتبناه ونستطيع نقنعوا به الإخوان ديالنا من التعديلات اللي يمكن لها تجي في القانون المالي الجاي، باش يمكن يسري ماشي بوحدنا ماشي بوحدناش بل على المستوى الوطني، باش يمكن له يمشي في هذا المنحة التصاعدي، هذا المنحة التدريجي، خاصة وأننا في بلادنا تعودوا على سياسة التدرج. ما كاينش شي حاجة كتجي تكون صاحبها، لابد من التدرج في العمل ديالنا كله. ومنطق التدرج يقتضي هذا المنطق او غيره، قد يكون فكره اخرى ولكن منطق التدرج. الموضوع الثاني هو المتعلق بالمرسوم. انا هذا المرسوم في الحقيقه اللي تيتشكى فيه واحد، راه ماشي حتى المعيش العقل، راه كلشي كيتشكاو هذا المرسوم. تيتشكاو من المهندسين المعماريين، كيتشكاو من المنعشين العقاريين،
وتيخلص فاتورته المواطن اللي غيزاد عليه في الثمن. حنا متفقين لأنه مشات واحد من حق ديال الاقتصاد الاقتصادي عام كبير مخطط وطني كبير سميتو الطاقة، تعاطي مع الطاقة. لا علاش درنا هذاك اللي كتسميوه تسميوه في هذاك الزورو، علاش درنا؟ باش نقتصدوا في الطاقة سواء في التسخين أو في التبريد أو كذلك هذا هو الغاية ديالو. ولكن رحنا مجتمع فيه واحد الرطب، فيه ايضا تضرر حتى داخل المجتمع، راه كاين فين صالح هذا الشيء وكاين فين ما صالح. راه كان ممكن اننا نديرو التجربه بالزوني، كان خدمه بالزوني، نديرو حتى هو فيه الزوني ونديرو فيه الديفيري تاع هو من الناحيه الزمنيه، نديرو فيه الزوني ونديرو فيه الديفيري من الناحيه الزمنيه، نخليو الناس يوجدوا. انا نقول لكم واحد الحاجه، انا متاكد غدا الا مشيتو للسوق بغيتو تشريوه كلكم غدا، بغيتو تشريو 1000 متر لواحد فيكم المنعشين ما كاينش، وغتلقاو خالي، اما تلقاوش اما الا لقيتو تلقاو خالي غيغلى عليكم. ولهذا هذا الموضوع راه فيه واحد الكلام، واحد التركيبه اخرى خاصها، واحد التركيبه اخرى اللي في نظري كانت خاصها تمشي بهذا المنطق اللي قلت، انها تمشي في منطق الزوني ومنطق التدرج الزمني، بمعنى يولفوا الناس ويبداو يخدموا فيها بشويه. وحتى المشروع الوطني اللي عندنا رحنا غادي فيه الضغطه، رحنا ما جيناش نزلنا مشروع وبنينا حتى واحد. وبالتالي هذا موضوع، واسمحوا لي مره اخرى، غاب فيه الحوار فيما اعتقد قبل الاصدار المرصود. انا هنا ما كنمارسش الاخوان حتى لا يقال انني كنمارس المعارضه من اجل المعارضه، لا، كان يتعين ان يفتح هذا النقاش مع المنعشين العقاري على المستوى الوطني قبل الاصدار المرصود، لان المرصود ما تيدوش تقارن الاخوان في البرلمان، كتصدر الحكومه اي القطاع المعني هو اللي كيدير المقترح وتيجي لمجلس الحكومه ويصدقوا عليه ويشرب ويصح ناجز، ما تنعرفوش على البرلمان يخرج ياخذ المرصود. هذا موضوع كان خصني تفتح فيه نقاش معكم ومع غيركم، معكم ومع المهندسين ومع السياسيين، لان الموضوع كيعني المواطن قبل ان يعني فئه واحده، قبل ان يخرج هذا المرصود وينزل، لانه نهار نزل سمحوا لي انا شفت الحمر شعلوا عند واحد العدد منها، وكان يتعين على مصدر المرصود ان يلتقط هذه الاشاره، والمرصود ماشي القران تيمكن له يتعدل، مرسوم تيمكن له يجي مرسوم تعديلي او تكميلي، والقانون فيها مسألة صعيبة طويلة خصو يجي ويتصدق عليه البرلمان ويتنشر وكذا. أما المرسوم يكفي أنه نقولوا بأنه راه كاين واحد عدم التناسق والتناغم مع الواقع اللي بغينا من هذاك المرسوم، راه ماشي غير ما صالح شيء تسميته الآن، ويمكننا نعدلوه كما جاء بسرعة، يمكن له يتعدل بسرعة بما ينسجم مع الأوضاع الحقيقية ديال الوضعية الاقتصادية ديال البلاد وديال القطاع اللي جاي تنقلوا هذاك المرصود. وهذا الشيء يسقط على واحد عدد المراسيم، راه ماشي غير هذا المرصود، يسقط على واحد عدد المراسيم التي تنجز في كثير من الأحيان داخل الغرف المظلمة واللي كتخرج وتيحتجوا الناس المعنيين بها من القطاع ديالنا اللي كنشتغلوا فيه إلى جميع القطاعات الأخرى. مرة كنلقاو المعنيين ببعض المراسيم تيتشكلوا من هذه الدولة في جميع الحوار وما سمعوش الرأي الآخر، الإدارة دارت غير الرأي ديالها، ومن هنا كيخلق عدم توازن في التعاطي. حنا بغينا نصدروا مرسوم ويكون كل شيء فرحان ونقتنع به ويجي ينفذوا، أما إلا نديروا مرسوم ويحتج عليه كل شيء وما ننفذوش ما درنا والو، خلقنا غير الفوضى والبلبلة. إذا هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع، فيما يتعلق انا قلت عليكم الاخوان، ولكن اعتقد باننا ما بغيناش هذه الجلسه تبارك الله تخرج بدون خلاصات، والخلاصات اللي وصلتوا لها هذه الجلسه وغيرها انا كنتمنى عليكم انكم ديروها في شكل ملفات وما يكونش بيناتنا غير هذه الجلسه وهذا الحوار هكا، وتوصلنا لمكاتبنا ونصرفوا عبد الفيرق ديالنا وفي القنوات ديالنا اللي متاحه لنا على مستوى البرلمان، باعتبارنا كنبدلوا المواطنين المغاربه بصفه عامه وكنبدلوا ساكنات مكناس بصفه خاصه، وكل ما يعنيكم كيعنينا. بقي لي ان اهنئكم على الدوره الاولى ديال المعارض اللي درتو، واتمنى النجاح لدورتكم المقبله، وعندي اقتراح، بان التاريخ اللي كديروها فيه اكتوبر واش ما كايناش ما يكونش مناسب احسن
شي توقيت اللي كيناسب، خاصة أننا منطقة عندنا الجالية كثيرة بزاف، واش ما توقعش تفكير في شي تاريخ اللي تكون فيه الجالية كثيرة عندنا الحاضرة هنا ولا ماشي مفيدة؟ أنا التقرير ديالكم هذا اقتراح، هذا جابني الفكرة. وهذا اقتراح واش شهر أكتوبر مناسب أو لا يجي فوت أو لا جوي أو لا العيد الكبير أو لا شي حاجة من هذا الصيام، لكم التقرير هذا جابني الملاحظة في الدولة. شكرا لكم.